رمضان كريم، شهر رمضان شهر الخير والتآلف والتآخي والمحبة، هو الشهر الكريم الذي فيه تعود العادات القديمة إلى محور التعايش الاجتماعي بشكل عام. هو شهر فيه الكثير من الفضائل، خصه الله بالكثير من الأمور لعباده. لكم منا كل التحية مشاهدينا على قناتي المحلية وأوغريت من هذه المنطقة الجميلة جداً في مدينة اللاذقية من حي الصليبة. سنكون معكم في هذه اللمة الرائعة اليوم، لمة رمضان الذي نجمع فيها اليوم الكثير من التعابير والمفردات والكلام الجميل، وأيضاً من الأناشيد الدينية، من الأصوات الجميلة من فرقة رابطة المنشدين في مديرية الأوقاف في مدينة اللاذقية، والبداية معهم. بحمدك يا إلهي بدأت قولي، وجئتك خاضعا ربي فكن لي. فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي وأنت الله، وأنت الله، وأنت الله مولانا الكريم. يا علياك قد فوضت أمري، إلى علياك، إلى علياك قد فوضت أمري، إلى صدري إلى علياك، إلى علياك، إلى علياك، إلى علياك قد فوضت أمري، إلى علياك، إلى علياك قد فوضت أمري، إلى صدري. أغثني سيدي واشرح لصدري، أغثني سيدي واشرح لصدري، أغثني سيدي واشرح لصدري. لك عالم سري وجاري، أغثني، أغثني، أغثني سيدي واشرح لصدري، أغثني سيدي واشرح لصدري. فإنك عالم سري وجاري، أغثني، أغثني، أغثني سيدي واشرح لصدري، أغثني سيدي
وجاهري وجاهري فإنك عالم سري وجاهري وجاهري فإنك عالم سري وجاهري وجاهري فإنك عالم إنك عالم علم سري سري وجهري علم سري سري وجهري يا من أنت رحمن رحيم إنك عالم سري وجهري وجهري فإنك عالم سري وجهري وجهري فإنك عالم علم سري سري وجهري سري وجهري يا من أنت رحمن رحيم رحيم فإنك عالم سري وجهري سري وجهري شكرا لكم أكيد فرقة رابطة المنشدين من مديرية الأوقاف في اللاذقية. اليوم برجع وبذكر مشاهدينا على قناتي المحلية وأجريت نحن معكم من حي صليبي في مدينة اللاذقية، هذا الحي الذي فيه كل تفاصيل اليوم شهر رمضان الكريم ممكن أن تعاش، سواء كان من زينة، يعني اليوم بجوز ما كثير مبين علينا الزينة لأنه نحن بالنهار، بس اسمحوا لي بداية أرحب أكيد بالضيوف اللي معي، وبداية أكيد بالأستاذ بسام جبلاوي وهو رئيس جمعية العاديات وهو خير من يتحدث عن تاريخ مدينة اللاذقية. أهلا وسهلا فيك أستاذ بسام. أهلا فيك، شكرا، كل عام أنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. أكيد رح رحب بالشباب اللي معنا، فراس حوا من فرقة الرابطة أهلا وسهلا فيك، عبادة كردغلي أهلا وسهلا فيك، محمد حسون أهلا وسهلا فيك، زياد الخطيب أهلا وسهلا فيك، أستاذنا عبد الرحمن إبراهيم أهلا وسهلا فيك، وأيضا أحمد مرة أهلا وسهلا فيك، فراس شعبان وبالإيقاع أهلا وسهلا فيك، وأيضا علاء اختيار أي بالإيقاع أيضا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم. أستاذ بسام خليني أبدأ معك لحتى ننتقل بعدين لعند الأستاذ عبد الرحمن نحكي معه أكثر عن الفرقة وعن الأناشيد الدينية. اليوم نحكي قدي خصوصية شهر رمضان الكريم بهذا اليوم بهذا الحي بحي الصليبي أو بمدينة اللاذقية بشكل عام. تفضل. في البداية اسمحي لي أتقدم بالتهنئة وبالتبريكات لشعبنا الشعب العربي السوري العظيم، هذا الشعب الذي يحمل على عاتقه وعبر تاريخه الطويل الأشياء الكثيرة في مراحل حياته منذ أن كانت الخليقة على وجه الأرض في هذه المنطقة إلى الآن. هذا الشعب هو شعبنا العربي الصامد، له أجمل التحايا، رمضان كريم ورمضان مبارك علينا وعليك وعلى الأجمعين يا رب ولأبنائي مدينتنا مدينة اللاذقية. نعم. بالواقع يمكن لي أن أقول في رمضان ونحن في هذا الشهر الفضيل، نعم، أو هذا الشهر المبارك والذي يقال عنه أنه شهر الحق والخير، شهر الإحسان. بالواقع الصوم في بلادنا أو في مدينتنا اللاذقية جاء مع الفتح العربي الإسلامي لهذه المدينة بقيادة عبادة بن الصامت الأنصاري، هذا الصحابي الجليل، نعم، بعد معركة اليرموك في سنة 17 للهجرة ما يقارب 638 للميلاد. نعم. طبعا عبادة بن الصامت الأنصاري دخل هذه المدينة، دخلها صلحا،
لماذا دخلها صلحا ولم يراق بها ولا نقطة دم واحدة على الإطلاق؟ لأن من كان بها بالواقع هم العرب أبناء هذه الأرض. هؤلاء الذين كانوا يحكمهم الروم البيزنطيين. فعندما جاء العرب المسلمون من خلال دولتهم الناشئة التي انطلقت من المدينة المنورة وبعد معركتي القادسية ومعركة اليرموك وتحريرهم وفتحهم لبلاد الشام، كلف عبادة بن الصامت الأنصاري من أبو عبيدة بن الجراح بفتح اللاذقية. فكان له بعد أن فتح الساحل السوري أن فتح اللاذقية صلحا، لأن أبناء هذه المدينة وقفوا إلى جانب المسلمين، وقفوا إلى جانب المسلمين لسبب أساسي. أولا، من كان بها كانهم من العرب المسيحيين الذين يؤمنون بالسيد المسيح عليه السلام، فوقفوا بجانب أبناء عروبتهم واعتبروا الروم البيزنطيين هم قوة احتلال لهذه المنطقة ولا علاقة لهم بهذه البلاد على الإطلاق. هذا الأمر سهل لعبادة بن الصامت الأنصاري دخول المدينة، ويقال إنه بنى فيها جامعا أو اعتلى سورها وكبر، واتخذ في منطقة تسمى حاليا منطقة البازار أو ما يعرف جامع البازار أو جامع النشر، هناك كان جامعين طبعا في مكانهما. في مكان هذا الجامع حاليا بني أول مسجد للمسلمين، أي دخل الصوم بعد أن دخل الإسلام في سنة 17 للهجرة، الصوم الإسلامي. الصوم الذي قال عنه رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير لهم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وتكبروا الله على ما ذاكم ولعلكم تشكرون. طبعا بهاتين الآيتين أشار رب العالمين أن هناك صيام كان قائم منذ بدء البشرية، ويقال أن سيدنا آدم هو أول من صام بعد أن هبط من السماء أو من الجنة إلى الأرض توبة لما قام به ومغفرة له من رب العالمين. ثم تتابع الرسل فيما بدأ بالصيام، فكان الصيام قوم موسى، ثم كان صيام قوم سيدنا المسيح عليه السلام. إذن الصيام كان موجود قائم في هذه المدينة قبل، لكن عندما دخل العرب المسلمين وهناك صارت حالة تعايش كبيرة جدا ما بين العرب المسلمين وما بين العرب المسيحيين، والدلالة على ذلك ما زال للآن منذ ما قبل الإسلام لليوم هناك كنيسة اسمها كنيسة مريقولوس أو مريقولة تعود إلى القرن الخامس الميلادي، أي قبل الإسلام بما يقارب قرنين ونصف تقريبا، وكنيسة سيدة البشارة في منطقة البازار أيضا، وهي كنيسة قديمة. هاتين الكنيستان ما زالتا للآن تمارس بهما الطقوس والشعائر الدينية. وبالواقع نحن الآن في حي من أعرق أحياء مدينة اللاذقية ومن أقدم هذه الأحياء، والدلالة على ذلك هذا المعلم الكبير الذي تعرف اللاذقية به، وهو القوس النصر أو قوس النصر الروماني كما يقال، أو القوس المربع أو كما يسمى التترابيل، ولا مثيل له على الإطلاق إلا هناك قوس آخر في مدينة باريس، إنما هذا أقدم منه أكثر منه عراقة. طبعا لبناء القوس حكايات كثيرة ومصادر التاريخ تحدث بشكل كبير، إنما عراقة هذا الحي، فهذا الحي يعتبر قلب أحياء مدينة اللاذقية. بالواقع ناهيك أنه هو قلب أحياء مدينة اللاذقية، له من العادات والتقاليد التي يتميز بها ما يتميز بها حي آخر. أولا، جميع أحياء مدينة اللاذقية تحيط بهذا الحي، فإذا هو يمتد بأطرافه على جميع أحياء مدينة اللاذقية، فهو القلب هو حي الصليبة وهو قلب المدينة اللاذقية. في هذا الحي أولا، عفوا بس لحتى نأكد على كلمتك، يعني إحنا اليوم حبينا وفعلا كتير كنا مصرين أنه نكون موجودين بإحدى لماتنا من هون، وخاصة بالتشاور مع مديرية الأوقاف واللي هي وجهت فعلا مشكورة جدا مديرية الأوقاف للتعاون الكبير معنا بالنسبة لإنجاز حلقتنا لليوم. تفضل. شكرا لك. فهذا الحي بالواقع يتميز عن جميع الأحياء بأنه حدوده كلها مربوطة بالأحياء الأخرى، وهو القلب النابض ليس للأحياء وإنما وليس للمدينة اللاذقية، بل يمكن لنا أن نقول أنه القلب النابض فعلا لسوريا. هذا الحي حي صليبة لعراقته والامتداد عبر التاريخ، من هنا انطلقت الحضارة، وحضارة هذا الحي
تمتد إلى 11 ألف عام قبل بلاد السيد المسيح. جميل. والمؤشرات والحقائق موجودة وكثيرة ما زالت، وتحت باطن في باطن الأرض ما زالت هناك عوابد ومكامن ومعالم تاريخية لم يتم التنقيب عنها على الإطلاق. ومدينة راميتا بدأت من هنا. صحيح. مدينة راميتا التي هي سبقت مدينة اللاذقية، الذي عندما بنى سلوكس ديكاتور مدينة اللاذقية وأطلق عليها اسم أمه ولدها في عام 300 قبل الميلاد، بناها على أنقاض راميتا. نعم. راميتا الكنعانية. أعود إلى موضوع هذا الحي. هذا الحي ما به من عادات وتقاليد خاصة في شهر رمضان. أولا لشهر رمضان ميزة خاصة، الجميع ينتظر شهر رمضان. يعني من المعروف أن شهر رمضان هو أحد الأشهر الحرم، وكان يسمى الشهر الأصم. نعم. لكن في عام 412 ميلادي، أي في مطلع القرن الخامس الميلادي، غير اسمه من الأصم إلى رمضان، وسمي رمضان لأنه صادف في أيام الحر. والمعروف أنه رمضان هو من الأشهر العربية، وهو الشهر التاسع، يقع ما بين الشهر شعبان وشهر شوال. الأشهر العربية تتداول بحسب القمر، ولذلك بتلاقي رمضان يأتي أحيانا في الشتاء وأحيانا في الخريف، ثم في الصيف ثم في الربيع، فهو يتبادل في مداولة الفصول. نعم. نعم. إضافة إلى ذلك، يعني هو الشهر الذي يتميز أن أننا جميعا أو جميع أبناء المدينة وجميع المسلمين ينتظرون هذا الشهر. نعم. لاستقباله، بالمقابل ينتظرون لوداعه، حتى أنهم يتألمون ويبكون لوداعه، ولكن عوض عنه بهذا الوداع بعد 30 يوم تقريبا أو 30 يوم، إنه يأتي بعده عيد. ولذلك يقال فراقه عيد، فراقه عيد، ليس فراقه عيد لأنه ذهب، بالعكس فراقه عيد لأن القادم هو عيد الفطر المبارك وعيد. نعم. الفطر السعيد. رمضان ماذا يعني لأهل وأبناء حي الصيبة هذه المدينة؟ بس نرجع لهذه الفكرة، بس خليني روح لعند الأستاذ عبد الرحمن. نعم. من بعد إذنك نرجع منوقف عنده ونرجع لهلا. أستاذ عبد الرحمن إبراهيم، أهلا وسهلا فيك. نحن عرفنا بأسماء سريعة عن الفرقة المنشدين اللي معنا اليوم، من هي رابطة المنشدين بمديرية الأوقاف، نحكي شوي أكثر، تفضل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالبداية بحب هني بلدنا كلياتها بهالمناسبة العظيمة، وحب هني العالم الإسلامي كله بحلول شهر رمضان الكريم. نسأل الله عز وجل أن يجعله شهر قبول وفرج ومغفرة ورحمة لنا جميعا. نعم. سألتي حضرتك عن الأخوة الأحباب اللي موجودين معنا بالفرقة كلياتهم، هن عبارة عن توليفة قامت فيها مشكورة جدا مديرية الأوقاف، طبعا بمديرها أو برأس الهرم اللي فيها فضيلة الدكتور محمد محمود عليو، نسأل الله له كل التوفيق. فهذا الاختيار كان الحمد لله رب العالمين، هي كانت فكرة قديمة ولكن كانت تحتاج إلى الخطوة الأولى، إلى تأطير. لكن نعم. كان في من البداية كان في موضوع أنه يصير في ربط للفرق اللي موجودة، مثل ما هو موجود بحلب، مثل ما هو موجود بلبنان، بدمشق عفوا. بس الخطوة الأولى كانت يعني على يد الله يجزيه الخير الشيخ محمد، يعني الدكتور محمد كان هو السباق بهذا الموضوع. فالشباب اللي معنا كلياتهم يعني عبارة عن مؤذنين، وفي منهم أئمة بمساجد اللاذقية. نعم. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل لنا جميعا القبول في هذا الشهر الكريم المبارك. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بهيدي الحلقة. فعلا نحن اليوم وقت منقول لمة، يعني نحن عم نجمع الناس، عم نلتم مثل ما بيلتم دائما الشعب السوري لحتى يكون إيد واحدة. مثل ما حكيت حضرتك، اليوم حضرتكم خطباء وأئمة المساجد والجوامع في مدينة اللاذقية، وهذه تفصيلة جدا مهمة اليوم أنكم تكونوا معنا اليوم من خلال هيدي الفرقة. أنا برجع بقول أهلا وسهلا فيكم. بنحكي شوي بس عن الأناشيد الدينية اللي اخترتوها أنه فعلا هي تكون بحلقتنا لليوم لو سمحت. هلأ موضوع الأناشيد الدينية اللي اخترناها لليوم، هلأ نحن بلشنا بعبارة عن بحمدك يا إلهي بدأت. نعم. قولي، هو في نوع من أنواع الابتهال إلى الله عز وجل والدعاء والشكر، وخير البداية. نعم. طبعا الموشح الثاني أو الوصل الثاني راح تكون هي لما بدأ منك القبول، وهي نحن أخذناها طبعا أخذناها من التراث المغربي. نعم. أخذناها من الإنشاد المغربي الغني جدا عن التعريف يعني.
وصلة رائعة وحلوة وفيها من المعاني السامية ما فيها. الوصلة الثالثة راح تكون هي عن أجواء رمضان، عن رمضان، فيها رمضان كريم، فيها صلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وفيها بنفس الوقت فيها تضرع لله عز وجل ودعاء، وهو هذا الشيء اللي بيناسب أجواء رمضان يعني حاليا. نعم. كلياتنا بحاجة رحمة رب العالمين. صحيح. كلياتنا بحاجة أن رب العالمين الله. نعم. ينظر لنا بعين الرحمة وعين اللطف وعين الرضا. نعم. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نسأل الله عز وجل أن يجعله عتقا من النار لنا جميعا. آمين يا رب العالمين. اسمحوا لي أرجع للأستاذ بسام بسؤاله، أكيد رح أرجع لكم بعدين حتى أعطيكم الهوى من خلال الأناشيد الدينية اللي اخترتوها لنا بهي الحلقة. أستاذ بسام، نحن كنا عم نحكي عن الأخير عن الخصوصية اللي موجودة في حي الصليبة بالذات، تفضل. حي الصليبة يعني وقد لا يختلف عن باقي أحياء مدينة اللاذقية، واللي بدورها ايضا مثل لا تختلف عن باقي المدن في القطاع العربي السوري، وهذا من نوع الالفه والحميميه الموجوده. نعم. لدى ابناء شعبنا، لكن لرمضان له وهجه الخاص وله ايقاعه الخاص. فرمضان كما قلت يتميز عن غيره من الشهور ان الجميع بانتظاره، ينتظرونه قبل فتره من الزمن، اضافه الى ذلك انهم يترقبون الهلال، فاذا رؤي الهلال بدا شهر رمضان، وما تتم رؤية الهلال حتى هناك مسألة شعبية يقال متى ما هل زل، يعني نعم. عندما نرى الهلال فمباشرة ينتهي هذا الشهر وندخل بشهر السعادة. رمضان الكريم. قسم نعم. السعادة وقسم الفرح الذي يصيب الناس في هذا الشهر الكريم. فإذا لرمضان حالة من حالات الاستقبال، كيف يستقبل أبناء هذا الحي وأبناء مدينة اللاذقية شهر رمضان؟ بالواقع أولا تنصب الزينات. نعم. تنصب له الزينات عبر التاريخ، تنصب الزينات بشهر رمضان، إضافة إلى ذلك تضاء القناديل ليلا. نعم. قبل أن يتم اكتشاف الكهرباء كانت القناديل والأسرجة تضاء ليلا، وتضاء المآذن والجوامع والحارات. نعم. والشوارع والأزقة في شهر رمضان. انتظار شهر رمضان أو استقباله، كان هناك شخص يسمى المدفعجي، المدفعجي الذي يقوم بضرب المدفع او مدفع رمضان. هلا رجعت على اللاذقية. نعم. هالسنة كأول سنة انه بيرجع فعلا هنا المدفع. خلفنا هون كان في تبة، كان تبين هلا البركة كله بناء. بناء حديث وابراج عالية. هون في تلة واضبة اسمها هضة الطابيات، كان فعليا شخص يضرب مدفع رمضان. بالمقابل في حي القلعة ايضا كان هناك مدفع رمضان، وكان هناك ايضا في تلة في حي الفاروس، هذه التلة كمان هناك ايضا مدفع يضرب اسمه مدفع رمضان. هلا في عندنا وحده فقط. هلا حاليا بعد مضي الزمن، بعد الازمه والحرب الكونيه الشديده اللي وقعت على بلدنا، توقفت هذه الحاله منذ عام 2011 الى الان. الان تم اعادتها من خلال ما يسمى الطوب او قذيفه تضرب من قبل المعنيين بمره واحده. صحيح. او بشخص. صحيح. واحد حتى الافطار. فابناء الحي وابناء المدينه كانوا ينتظرون مدفع رمضان تثبيتا لشهر رمضان. نعم. فكانت هناك الطلقات او القذائف اللي تطلق 21 طلقه تماما 21 طلقه تطلق تثبيتا لشهر رمضان. فبتلاقي نحن كنا اولاد صغار نتذكر الفرحه تعم، ايضا التهاني بين الكبار يتبادلون التهنئه بقدوم هذا الشهر، بقدوم العام الجديد. نعم. بقدوم شهر مبارك كما ذكرت منذ قليل، لاوله مغفره واوسطه ورحمه واخره عتق من النار. نحن في المثل الشعبي شو بنقول؟ أوله مرق وأوسطه خرق وآخره ورق. ما معنى هذا الكلام؟ أوله مرق يعني الطبخ. أول 10 أيام تلاقي الناس تهتم برمضان بالطبخ، العشر أيام التانيين الناس تهتم بخياطة ثياب العيد، يعني خرق بنسميه. العشرة الأخيرة سميها ورق، وهو لما بتقوم عمل صناعة الحلويات بيصروها بورق. فإذا استقبال شهر رمضان يكون بأهازيج متعددة، أهلا وسهلا يا رمضان شهر الخير والإحسان. إضافة إلى ذلك هناك شخص آخر إضافة للمدفعجي اسمه المسحراتي. نعم. هذا المسحراتي بيظهر معنا من الليلة الأولى في رمضان، من أول ليلة للبشر برمضان الذي يقوم بإيقاظ الناس رغم مضي الزمن ورغم التكنولوجيا ووسائل التكنولوجيا الحديثة، ما زال هذا المسحراتي قائما للآن. نعم. وأيضا ما بين المسحراتي والمدفعجي هناك شخص اسمه الحكواتي. هذا الحكواتي المنشور عبر مقاهي اللاذقية، واللاذقية يعني اللاذقية معروفة بكثرة مقاهيها، حتى أن هناك مثلا شعبي يقال يضرب باللاذقية ما بين المقهى والمقهى مقهى. طبعا هذا ليس أنه لأنه أهل اللاذقية، لا بالعكس، لأنه اللاذقية
كانت عبارة عن مدينة بحرية فتستقبل سواح سياحية إلى ذلك سياحية بالأخير ومدينة السياحة. وإضافة إلى ذلك كان البحارة يوم اللي يكون في طقس سيء ما يطلعوا على البحر ولا يقدروا يطلعوا للبيوت يرجعوا على المقاهي لهروب نشا. فإذن هذا الاستقبال بشهر رمضان. تمام. هلا نحن حكينا عن هاي الافكار، خلينا نروح لعند الانشاد الديني وبنرجع اكيد لعند حضرتك لحتى نكفي كل هاي الفكره. بس انا بدي بما انه اجينا على درب الطوب وهو هي اول سنه فعلا بيرجع بعد انقطاع لمده تقريبا 11 عام بتوقع، انا بوجه تحيه للمسؤول عنه هلا اليوم اللي هو شخص اسمه نزار الشوا وهو من اهالي حي الصليبه ايضا وهو تابع اليوم لفوج اطفاء اللاذقيه. تحيه لك من كل الموجودين اليوم. هلا رح نسمع اكيد شيء من الانشاد الديني ولكم الهواء، تفضلوا. أوقدت فيك
هواك وقلت لي إياك تبوح. برد الأصال سلم على طه، 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 سلم عليك يا نسيم القرب واذكر إليك لوعتي وحبي، سلم عليك يا نسيم القرب واذكر إليك لوعتي وحبي، مولع فيك وليس بكسبي صبرا محال عن حضرات البهاء، برد الأصال سلم على طه، برد الأصال سلم على طه، جمال الذات محمد الهادي نور الصفات كنز واعتمادي، جمال الذات محمد الهادي نور الصفات كنز واعتمادي، حال الممات جعلته زادي عند السؤال يقول أنا لها، نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج، من الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج، نسمات هواك لها
تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم أمجنا أمج. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدنيا دخلوا فقراء إلى الدنيا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا. نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم أمج أمج. نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم أمج أمج. يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج. يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج. تهوى المولى وتنام الليل تهوى المولى وتنام الليل تهوى المولى وتنام الليل تهوى المولى تنام الليل تهوى المولى وتنام الليل. عمرك ذا فعل سمج. نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم أمج أمج. نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم أمج أمج. الله 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 يا رب. شكرا لكم وللأصوات الجميلة والإنشاد الرائع. يعني اليوم أستاذ بسام نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج. وحتى المفردات المنتقات اليوم مثل ما حكى أستاذ عبد الرحيم أنه اليوم المفردات هي منتقات حتى من الإرث العربي بالإنشاد الديني. اليوم عم بيقول المغربي أيضا. يعني هذا التبادل بالتراث بالأخير كله يصب في هذا الشهر الفضيل. كل شيء منتقى، حتى رمضان كشهر رمضان منتقى عن باقي الشهور. نعم. فنهيك عن حالة الاستقبال التي يستقبلها المسلمين حتى العرب بشكل عام حتى العالم بمجمله استقبالهم لهذا الشهر بحالات كثيرة. ويمكن لنا أضرب مثال آخر. عندما ظهرت المطبعة اللي بدأت في الوطن العربي في حلب بدأ بإعداد إمساكية اسمها إمساكية رمضان. هذه الإمساكية فيها هي عبارة عن جداول تحدد مواعيد الصلاة ومواعيد الفطور مواعيد السحور إضافة إلى ذلك. هذه الإمساكية هي عبارة عن ورقة فيها جداول والمواقيت والصلاة. أيضا كان يوضع بها أدعية وابتهالات لهذا الشهر الكريم لحث الناس على الخير وعمل الخير والشعور بالفقراء والمحتاجين. نعم. لأن هذا الشهر لم يكن شهرا عاديا. هذا الشهر يعتبر شهر الفقراء الذي يجب أن يكون به أغنياء هؤلاء الفقراء. جميل جدا هذا الكلام. طيب اليوم نحكي عن أنت حكيت بالفقرة الماضية عن الحكواتي حكيت. نعم. عن المسحراتي. خلينا نحكي عن الفطور والسحور. النقطة الحديث عن الفطور والسحور يمكن الإشارة أن نهار رمضان غير ليل رمضان. نعم. النهار تلاقي الناس في حالة شغل وفي حالة عمل حتى أن هناك حالة من الضجيج الهادئ. ضجيج هادئ في نهار رمضان. جميل هذا التناقض. ضجيج نعم. هادئ ضجيج. نعم. هادئ جدا جدا في نهار رمضان والنفوس سمحة.
والنفوس سمحة. الأمر ينقلب عكسه تماماً بعد الفطور. لكن قبل ما ندخل عملية بعد الفطور أو بعد الإفطار اللي يبدأ مع أذان المغرب، يمكن لي أن أصف لو دخلنا بأحياء بهذا الحي، بأزقة هذا الحي، راح نشم رائحة الطعام قبل الساعتين تقريباً أو بساعة ونص. وهذا الطعام اللي راح نشم بروائح مختلفة وعبير مختلف ونماذج وأمزجة مختلفة، راح جميع هذه الأطعمة، أي بيت من البيوت المدخلة بهذا الحي أو حي من أحياء اللاذقية حتى بما فيها البيوت المسيحية أو بيت الأخوة المسيحية، راح نلاقي هذه الأطعمة موجودة على موائدهم بمجملها، بسبب هناك شيء اسمه السكبة. هذه السكبة اللي كانوا يتبادلوها الجيران فيما بينهم، وتشعر الجيران انه بحالة أهل، فتلاقي أي في رمضان أولا الأسرة الواحدة جميع أفراد الأسرة يجب أن تكون بحالة الإفطار اللي عند المغرب موجودة جميعا في البيت. نعم. إلا لأسباب قاهرة أخرى، هذا شيء آخر، لكل حالة استثناء، فالجميع يجب أن يكون موجود، وهذه تخلق حالة من الروحانية وحالة من الرباط ونوع تآخي تآلف. نعم، والتعايش الطيب. هذا الأمر ينطلق وينطبق على العائلة بكاملها، الأسرة بكاملها، يعني ما بس الأسرة الواحدة، فتلاقي بادل الزيارة ما بينهم بين الأهل، بينهم بين الأهل. إضافة إلى ذلك أيضا يبحثون هم عن الفقراء. نعم. لنيل الثواب والجزاء الطيب من هذا العمل. فهي حالة الإفطار اللي عم نشوفها لدى الجميع، وبتلاقي أيضا في حالة الإفطار تلاقي المدينة هادئة. نعم. هادئة حتى مرحلة من الصمت المطبق، وهو غير ضجيج الهدوء أو هدوء الضجيج اللي كان صباحا، هدوء كامل وسكوت، حتى ما بقى في حركة، تنقطع وقت الفطور تمتد حوالي 45 دقيقة. بعد 45 دقيقة مباشرة تتغير معالم المدينة بكاملها، تعود الحياة، تعود الحياة من جديد، تنبض المدينة وكأن بيوت أبواب البيوت فتحت وخرجت الناس من بيوتها باتجاه المساجد لأداء صلاة العشاء، لأداء التراويح. إضافة إلى ذلك خلصوا من التراويح، قصر الرجال يذهبون إلى المقاهي للاستماع إلى الحكواتي. في حي الصليبة هناك عشرات المقاهي، في الشغظاهر عشرات المقاهي، في حي القلعة أيضا هناك نفس الأمر، بالعوينة أيضا، بطوق البلد هذا الأمر كله منتشر، فهم يذهبون إلى الحكواتي للاستماع للحكواتي من قبل الرجال أو من قبل الذكور. لكن بالمقابل لا يقتصر الحكواتي على الذكور فقط، إنما في البيوت هناك سهرات رمضانية للنسوة، بما فيهم الأطفال معهم أيضا يعقدون سهرات طيبة وجميلة. إضافة إلى ذلك هناك المأكولات الرئيسية، الحلويات منها والموالح والنقل وما شابه ذلك، اللي هذا بيتبادلوه في بحال بعد الإفطار، وتبدأ حكايات الحكواتي في المقهى وحكايات الحكايات من قبل أحد السيدات في البيت، المنازل. إضافة إلى الأغاني والأهازيج، وتبقى الحياة تعج إلى فترة السحور، وتبدأ حتى يظهر المسحر من جديد. نعم. ويبدأ هذا المسحر وينادي: اصحي يا نايم وحد الدايم، قوموا على سحوركم، جاي رمضان يزوركم، السحور يا عباد الله، يا نايم اذكر الله، يا نايم وحد الله. وهناك أهازيج كثيرة، تلاقي معه طبلة صغيرة ومعه عصا عم يدق عليها، عملية القرع، ولابس اللباس فلكلوري جميل جدا، لا يختلف عن اللباس الفلكلوري الذي يلبسه الحكواتي في مقاهي اللاذقية، قريب من بعض، من قنباز أو من شروال، قنباز وعليه فستق حرير، ويعتدي جاكيت من النوع البروكار أيضا فوق القنباز، أو شروال، وتلاقي أحيانا لابس كما يقال حذاء كسر، دلالة على البطولة والمعقدة والعقيد. فهذه من الحالات الرمضانية التي تشهدها اللاذقية، تشهدها من اللاذقية للآن بقوة. إضافة إلى ذلك بتلاقي ما بس إنه المآذن منورة والشوارع منورة، حتى قلوب الناس ووجوه الناس منورة. جميل في رمضان. جميل جميل. وهذا ليس بغريب على أبناء مدينة اللاذقية اللي ورانا مثل ما قلنا حضارة. هذا القوس بني في 190 ميلادي، فحسبي إذن كم عام، كم قرن من هذا التاريخ لهذا الآن، لهذا ما زال للآن جاسم، ومرت عليه ناس وشعوب كثر وحكايات كثيرة متنوعة وعديدة لا سيما نحن مدينة بحرية نستقبل الوافدين. دائما تعودنا بمدينة اللاذقية انه نحن شعب اليوم دائما شعب متجدد، الطيب.
طيب ومتجدد دائما. نعم بالضبط. يعني الحياة تنبعث فعلا هي دائما تنطلق من جديد. حتى هي لا يعني تقف. من حبها للغريب سميت ببلد الغريب. نعم. من حبها للغريب سميت ببلد الغريب. نعم يعني حتى اليوم من كلامك اليوم استاذ بسام انا بدي ارجع وباكد انه نحن اليوم اسم حلقتنا لمة رمضان اجت من خلال الكلام اللي عم تحكيه حضرتك، لازم يكون العيلة ملمومة اليوم. نعم. على سفرة رمضان، لازم تكون العيلة موجودة بهي اللمة على السحور، لازم تكون العيلة موجودة عند بيت الجد الأكبر أو العم الأكبر أو الشخص الأكبر بالعائلة. نعم. ولمتنا اليوم موجودة مع الشباب أيضا من فرقة الرابطين، فرقة رابطة المنشدين بمديرية الأوقاف. أنا بس بدي أسألك أستاذ، يعني اليوم نحن وقت بنقول مثل ما حكى الأستاذ بسام صلاة التراويح، قد ايه بتحضروا لها قبل رمضان أيضا بأيام شهر رمضان الكريم؟ تفضل. لا بالنسبة لصلاة التراويح احنا في دائما 20 ركعة، هذا هو التعميم الكامل، 20 ركعة تراويح المفروض الكل يصليه. بس في بيختلف الموضوع بين مسجد وآخر، مساجد بتعمل فيها مثلا خلال صلاة التراويح فقط بتعمل فيها ختمة كاملة للقرآن الكريم، يعني كل يوم جزء من القرآن الكريم، آخر يوم رمضان بيكون القرآن الكريم ختم كليته خلال التراويح. وفي ناس في مساجد تانية ما بتلتزم بهي الختمة، طبعا يعني كل واحد على كيفه يعني الصراحة. فالتحضيرات بتكون هي عبارة عن الشغل، هون بيجي شغل الأئمة أكثر من شغل المؤذنين. نعم نعم. الإمام هو المسؤول أكثر بهذا الموضوع، تحضير استذكار المحفوظات اللي عنده مشان يكون حفظه ماكن، تجهيز الصوتيات بالجوامع، يعني تزيين الجوامع بالنسبة لاستقبال رمضان، تزيين المساجد، تنظيفها، ترتيبها، توضيبها، حتى الروائح تبعيتها، حتى يعني بيعتنوا بالتفاصيل كلياتها. وبالنسبة للتراويح الاجتماع عليها عم يكون يعني الحمد لله رب العالمين عم يكون يعني في إقبال عليه كتير كتير حلو. جميل. يعني حتى المساجد اللي عم تعمل ختمات كاملة بصلاة التراويح يعني عم توصل للركعة العشرين، عم يكون في شي حوالي 4-5 صفوف أو 6 صفوف عم يكون موجود بالجامع من الناس، هذا أمر كتير كتير حلو يعني. جميل. قد ايه اليوم مهم نحن نعلم اولادنا يعني ثقافه الاناشيد الدينيه لازم تكون موجوده عند اطفالنا اليوم؟ يعني انا كثير بنبسط وقت بيجيني شاب صغير بالعمر ومنهم قصي، انا بوجه له جدا تحيه، هو شاب طالب بكالوريا ولكن فعلا عنده موهبه فرديه رائعه جدا بالانشاد الديني، بالاضافه الى الدق على الدف، بتوقع شو اسمه الرق، الدف او الرق نفس الشيء. اليوم يعني هاي المواهب قد ايه احنا لازم ندعمها، قد ايه لازم نشجعها فعلا لحتى تكون معكم اليوم كرابطة منشدين. والله هو الحمد لله رب العالمين، هو بالنسبة للأرضية في أرضية كبيرة وفي ناس عندها 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 موهبة. الإنشاد الديني هو أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، سواء يعني مثله مثل الخطيب في الجامع، مثله مثل الإمام بالجامع، مثله مثل أنا من منبري هذا، أنا عبارة عن داعي إلى الله عز وجل. صح. ولا يكون الداعي يعني لما بيكون في صدق في الدعوة إلى الله عز وجل، لما بيكون في صدق في الدعوة إلى الله عز وجل بتأثر أكثر بأذن السامع، لأنه ما خرج من القلب فمقره القلب. صحيح. وما خرج من اللسان فإنه لا يتجاوز الآذان. صحيح. فإنه يكون في أرضية هذا أمر كتير كتير جميل وكتير حلو. حتى إنه نحن مرت معنا كتير احيانا كان الناس يحكونا يعني يقولوا لنا مثلا انه والله انا يعني سبحان الله ما كنت انا اصلي، هلا صرت اصلي بعد ما سمعت هالانشوده الفلانيه او فئت عليها. في ناس بتهتدي بحديث، بتهتدي بايه. صحيح. في ناس بتهتدي بقصيده، بتهتدي ببيت شعر، بموقف معين، بي 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 بقصه معينه صارت معه، بتشوفي بيترك الطريق المعاصي وبيتبع طريق الخيرات وطريق المبرة. نعم جميل جدا هذا الكلام، انا كثير بشكرك فعلا استاذ بسام. نحن بالكلام اللي عم يحكيه الاستاذ عبد الرحيم كثير كلام جميل، اليوم بلامس الروح الانسانيه وخاصه شهر رمضان، هو فعلا كل ما فيه يلامس الروح الانسانيه اليوم بما فيها من عادات جميله وتقاليد ومن عطايا رب العالمين علينا. بشكل سريع لو سمحت نختم بشكل سريع وبشكل عام، شهر رمضان اولا هو شهر الصلح بين الناس. نعم. بين نفوس الناس، اذا في اثنين متخاصمين سواء بالاهل او بين الاصدقاء او بين الجيران ففي شهر رمضان يجب ان تزال هذه الخصومه. نعم. اذا تبدا عمليه الصلح، عمليه الصفاء، صفاء القلوب، لانه هو شهر سريره القلوب. اضافه الى ذلك يعني من المعروف انه شهر رمضان هو شهر عباده،
وهي العبادة الوحيدة التي لا يعمل فيها الإنسان شيئا. نعم. يعني كل العبادات الإنسان بيقوم بعمل أو بفعل، إلا بالصوم ما بيعمل شيء لأنه ترك كل شيء، ولا رقيب على الصائم إلا نفسه. نعم. يعني كل الناس تقدر تثبت أنك فاطر، لكن ما حد بيقدر يثبت أنك صائم إلا أنت أمام نفسه. إخلاصك لرب العالمين. نعم. هذا الشيء هي من حقائق هذا التلك. وهذا الأمر كنا بذكرنا الأمر لما كنا صغار أطفال. نعم. كنا نصوم شيء اسمه يقولون لنا درجات المادة، يعني عند أذان الظهر يوقف صيامنا هون كأن ما كنا حسب أطفال. العمر. أيوة. بعدين كنا لما كنا صغار نلعب مع بعض برمضان حتى نثبت لبعضنا الصائم، نطلب كل واحد من الثاني إنه مد لسانك ليشوف لسانه، إذا كان لسانه أبيض. نعم. فهو صائم، لأن لسان الأبيض بيكون ما قعد مر على نوع من الطعام، أما إذا طلع لسانه أحمر فمعناته فاطر. ولذلك كان كثير منا ما يجرأ يبدل لسانه، لا بيقول لسانه أحمر معناته هو غير صائم. أستاذ بسام يعني شكرا لك، يعني نحن اليوم اعتبرناك حكواتي الحلقة معنا. تستمي. شكرا لك وللمعلومات الغنية اللي عندك أكيد، وأنا برجع وبقول خير من يتحدث عن تاريخ اليوم أي شيء في اللاذقية هو الأستاذ بسام جبلاوي. شكرا لك ولوجودك معنا. أكيد أنا رح أختم مع فرقة رابطة المرشدين في محافظة اللاذقية التابعة لمديرية أوقاف اللاذقية. أنا كتير بدي أشكركم لوجودكم معي اليوم بهي الحلقة اليوم من لمة رمضان. برجع أكيد اسمحوا لي أذكر الأسماء: فراس حواء أهلا وسهلا فيك، عبادة كردغلي شكرا لإلك، محمد حسون أهلا وسهلا فيك، زياد الخطيب شكرا لإلك، أستاذ عبد الرحمن إبراهيم شكرا لإلك، أحمد مرة شكرا لك، وعلى الإيقاع أكيد بيضلوا موجودين معنا بأي فرقة موجودة بمحافظة اللاذقية الأستاذ فراس شعبان بالإيقاع، وعلى اختيار أيضا بالإيقاع شكرا لكم لوجودكم معنا. وأكيد الختام رح يكون معكم، بس اسمحوا لي أختم مع مشاهدينا اللي كنا معكم بهي الحلقة من لمة رمضان. برجع وبأكد من حي الصليبة من عند قوس النصر، من هذا التاريخ الذي يتحدث عن نفسه بلسان مدينة اللاذقية، وكما قال الأستاذ بسام نحن على أعرق المدن الموجودة على وجه الكرة الأرضية، من هنا انطلقت الثقافة والتاريخ والحضارة، وانطلق كل ما يتعلق بروح الإنسانية من تآلف وتآخي، وكل ما فيه هذا الشهر الفضيل من محبة، وكل ما فيه من عبادات وطاعة لله عز وجل. والختام مع فرقة الإنشاد الديني، لكم مني كل التحية على قناتي المحلية وأوغريت، إلى اللقاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد بسيط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظ، محمد طيب الأخلاق والشيم. مولاي صلِّ
سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان كريم 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 رحمن رحيم 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 رمضان كريم 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 رحمن رحيم رحيم